شلون امورك؟ ابشرك. كيف البرنامج معك؟ جدا جميل. مليت من البرنامج ولا بعد؟ لا والله اني ضايق خاطري باقي 20 يوم. ايه اكيد؟ اكيد جدا. اللي ضايق خاطري يسوي مخالفات؟ مخالفات؟ ايه ما عندي مخالفات. الجوال مين يا احمد؟ نصيحة لوجه الله. على اساس انه جوالي يعني؟ ايه مو بجوالي. بالله انا احط كفر كذا. ما ادري عنك، اسال نفسك. وسلطان مو بجوالي. واللي قبل الجوال هذا وش هو؟ اللي برضه على فراشك؟ لقيته في غرفتي يعني. لقيناه على فراشك مو في غرفتك. هذه عاد تسالون فيها الاداره. قلت لكم ركبوا لي باب، ركبوا لي، غرفتي ما مر لكل الناس، ممكن جوال عامل. ايه انا طلبت باب، ما حد جاب لي باب، انا غير مسؤول عن غرفتي. لو تلقون مودمي واحد داخل غرفتي مو من البرنامج ترى ماني مسؤول. طيب من هو الشخص اللي انت جيته واعترفت له قبل ما اجي انا؟ ما حد. ما جيت احد ولا قلت له شيء؟ ما جيت احد ولا ادري اصلا انه مسك جوال. ابو سلطان يعني الكفر يبين لك حماده يشيل كذا. ليه الكفر ايش فيه؟ حقه صار. يمكن تموية اشتري يعني سيفين ونخلة يمكن حمادة. طيب فك لي الرقم السري. هو سلطان هي رقم سري ما أعرفه. لا تعرف. لا بشوف إذا هو على وجهي يمكن يلا. ما أعرف رقم السري. ما هو فتح. ها؟ مو بلي جاني مبكيك. كم الرقم؟ ما أعرف جاني مبكيك. مو بلي الجوال هذا. خذ جوالك هذا في غرفتك وعلى سبيل. لا غرفتي. في احد يكرهك عشان يسوي لك الحركه؟ لا يمكن واحد بيشحن جوال وراح وترك. مو بالحماده. اه وسوي بصمات، يمكن تقول بصماتي عليه. لا ما املك جوال. يعني انتم عندكم مجال شواحن وعندكم كل واحد بيشحن جواله. انا غرفتي ما ادري عنها، لا تسالوني عن غرفتي وانتم مخلينها بدون باب. غرفتي ما مر كل الناس. انت تقول يمكن واحد يشحن جواله، يعني معكم جوالات يعني. ما لا يمكن واحد من العمال، قلت لك واحد من العمال ممكن. ما يجون العمال، يجون غرفكم العمال. أه. ينظفون غيره، يمكن يبي يكلم هله شحن الجوال موسى. ولا يشحن الا في غرفتك انت؟ ما حد غرفته مفتوحه الا حماده. أه. مرتع لكل الناس. يمكن يبي يكلم بناته ولا شيء. يمكن عنده بنت ولا شيء، بس مو برا. شباب وش الادله اللي عندكم غير الشيء هذا؟ غير الاعتراف عندكم مسجل ولا شيء؟ انت وش قايل لهم انت؟ ما قلت لحد شيء. ايه انا جيت دقيقه عشان اكون واضح معك. ايه جيت لقيت في الغرفه شاحن. ايه وعنده خبر محمد عيسى، قلت الشاحن قال فيه معه جوال بعد وسحبت. فقط لا غير، لا طلبت بجوال ولا قلت انه جوالي ولا شيء. وليش حجت الجوال؟ انتم ملهينا بالفقرات وكل شيء زين. أيه. ونروح ناخذ جوال نخرب الريالتي حقنا ليش؟ شوف انت تعرف ان خصومه الجوال راح استخدم فقط خصومه معك اللي هي اللائحه اللي هي 1000. لكن عشان ما معي جوال. اسمعني لكن اذا اكتشفت ان جوالك وانت ما اعترفت فيه سواء باتصال او برساله او باي طريقه وصلني ان جوال حماده راح اتخذ اجراء ما يخطر في بالك نهائيا. اذا اكتشف او جاك خيط واحد انه الحماده. أيه. خيط انه الحماده انا عرضه لاي جزاء نظامي منك. تفضل. طبعا ما راح تخصم علي 1000. تفضل.